أفيشات أفلام الموسم القديمة اختفت بكاملها تقريباً، حيث تخلى دور العرض مؤخراً عن بوسترات فيلم كف القمر، ولم يتبقى من أفلام عيد الأضحى الماضي سوى فيلم إكس لارج لأحمد حلمي، والذي وصلت إيراداته إلى 30 مليون و106 ألف جنيه بزيادة 500,000 جنيه عن الأسبوع الماضي. أما نتيجة سباق الإيرادات هذا الأسبوع فكانت كما يلي: في المركز الرابع فيلم جدو حبيبي الذي حقق حتى الآن إيرادات بلغت 1,000,000 جنيه فقط رغم مرور أسبوعين على عرضه. والفيلم تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس ومن بطولة محمود ياسين وبشرى وأحمد فهمي ولمنى عبد العزيز. بنت الحال اللي انت فيها دي صراحة جدك ده عسل. البس يا شعر. I can't get no. في المركز الثالث جاء فيلم واحد صحيح الذي حقق حتى الآن إيرادات بلغت 3,318,000 جنيه بزيادة 400,000 جنيه عن الأسبوع الماضي. الفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري وبطولة هاني سلامة وبسمة وكندا علوش ورانيا يوسف. عمرنا ما خبينا حاجة عن بعض ولا اتكسفنا نقول حاجة لبعض، ده أنا ساعات بحس إنه ابني مش صاحبي، حتى روضة بنتي معتبرة بودي ده صديقها الشخصي. أنا أكتر واحدة مركزة في العالم، مركزة في كل اللي بيحصل حواليا. بحس ان انا عايزه اشوفه كل يوم، ما بزهقش منه، بفتكره كتير، بس ده كله مش معناه ان انا بحبه طبعا. عبد الله لو سمحت ما تكلمنيش تاني ايا كان السبب. انت بجد عبد الله عمرك ما فكرت انا ونادين اتطلقنا ليه؟ لما الاقي واحده احس معاها بالسلام زي اللي بحسه مع مريم، والانبساط زي اللي بحسه مع مسز بيرفكت، واحده احبها زي ما بحبها. ده ابوك الله يرحمه بقى يبعتها لك من عنده في الجنه ان شاء الله. أما في المركز الثاني فكان من نصيب فيلم بنات العم الذي حقق إيرادات 6,402,000 جنيه بزيادة 2,000,000 عن الأسبوع الماضي. الفيلم بطولة وتأليف أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد مع أيتن عامر وصلاح عبد الله ورجاء الجداوي. ممكن تساعدنا نغير العجلة؟ صح، الثلاثة لوحدنا هنا معناش راجل. شوق مخدودة جدا. شوق كريم الدب. شاهندي أسجلها إيه بقى؟ شيماء أو شيماء بنو عزيز. هو عصر بس اليومين دول عشان عندها ظروف. شو معاك بتفكر في هيفا؟ انا تيلي الفيلم ده يرضيك الجبانه دي ما تجيليش البيت ولا مره من ساعه ما اتجوزتوا. طب في انجينير جاي عندكم بديهات كريمه بكم عموما ما تتضايقش انت. في ايه انت هترمي قنبله؟ الجيران دول ايه السؤال حليم دي حاجه زفت. وعارف انت بتقولي انا شبه مين وانا صغيره؟ مين يا بت؟ القرموطي ولا مين؟ وفي المركز الأول فيلم عمر وسلمى الجزء الثالث من بطولة تامر حسني ومي عز الدين، والذي وصلت إيراداته حتى الآن إلى 12,693,000 جنيه بزيادة 1,300,000 عن الأسبوع الماضي، والفيلم من إخراج محمد سامي. واخد وضع البوس على طول. تخرج تتصرمح ما ترجع ليش لوش الفجر، وبعدين ترجع تنام لحد الظهر، وبعدين تصحى تدخل الحمام تقعد لك ساعتين، وبعدين تخرج منه تقعد تزعق وتعيش لي في دور سايق، اجي اتكلم معاك تقفش عليا وتقول لي دي عيشه طه، وبعد شويه تيجي تصالحني وتقول لي معلش يا بيبي ده الشيطان.